مرحبا بالسي محمد بن مارتيل، تفضل سيدي. انا كبير، انا نهضر معك السي الله عمارة. يطول عمرك يا صديقي. مدة دي ما بقيت شاركت معكم في البرنامج. مرحبا بك السي محمد، انا تعرضت اخ عمورة لواحد عملية نصب احتيال، وبغيت نستشر معك اخ عمورة. تفضل يا سيدي. انا اطار في وزارة الصحة، اطار ممرض، والعام الاولي التعيين ديالي، انا باقي صغير سالينا فورماسيون، نهار الاولي التعيين ديالي تعينت هنايا في منطقة الشمال. انا واجهت في الاول نظرا، انا من الداخل من مراكش، نظرا للعام الاول تبدل عليا الجو، تبدل عليا هذه، تعرضت لضغوطات نفسيه، ما عمرني ما كنت طلعت للشمال. رغم من العام الاول كان عقلي صغير، باغي نتحول، باغي ننتقل، فهمتي، ما باغيش يبقى هنايا، فهمتي. راه وقعت هاد الصعوبات ديال لادابتاسيون ديال التكيف، وهادي لقيت صعوبات. راه ليا واحد السيد كيدور هنايا في السبيطار، كيدور على مستوى السبيطار، عرف المشاكل ديالي واتصل بيا، قال لي كي داير؟ بخير، حنا ولاد الداخل، حنا هادي، تا هو من الداخل. قال لي كدا كدا كدا، دخلني بالهضره الحلوه وهادي، قال لي انا نقلك، انا نساعدك في الانتقال. قال لي انا كنعرف ناس في الوزاره، كنعرف ناس سميتو، عندي مسؤولين، ونيت هو كيدور بحال هكا، هو غير الكوريا، كيدير كوريا للوزاره وصافي، هو معنا في الصحه. شويه بشويه شويه بشويه، نظرا انا كنت خصني ننتقل باي طريقه، هو استغل هذيك القضيه هذيك شويه، قال لي انا نقلك، قال لي ولكن خصك، قال لي راه خصك المرقه، خصك دير المرقه. يعني الرشوة المهم المرقه، مات تدويرة. المرقه، المرقه، مات المرقه، خص المرقه، ما خص البلول. شويه بدا كيقول لي هو خصك تعطيني واحد 100,000 فرنك، انا نطلع دابا عند هذاك السيد، وهادي عطيته 100,000 فرنك. النهار الثاني قال لي راه واحد صاحبه خصو واحد القرعه، ولا ما عرفت شنو هذاك الشيء، راه كيشربوه، وهادي هادي واحد شي حاجه، شي هديه مزيانه، وهادي عطيت مشات 100,000 فرنك اخرى. نهار الاخر هذاك اللي فوق منه خصو 150,000 فرنك، عطيته 150,000 فرنك اخرى. وصلت القضيه، وصلت به القضيه، استغل هذيك السذاجه ديالي وهذيك الحاله النفسيه ديالي، وصلت به الواقع حتى طلب مني، توصلني قال لي راه ديه صافي، القضيه وصلت عند هذاك اللي كيدخل البافيون، عند الوزير، عند الوزير. قال لي خصو 150,000 فرنك، هي باش كمل 600,000 فرنك بشاد لي، كان عطيها لي هذا بعيني مغمضين، استغل واحد الضعف نفسي، كنت مكتئب، كنت هادي، استغل هذاك الضعف النفسي ديالي، وصلت معاه القضيه 600,000 فرنك. من بعد صافي، من قلت له، قلت له صافي، ما بقى عندي ما نعطيك، هذيك قال لي يكون هاني، النتيجه تخرج من بعد شهر. كان من بعد شهر كيطفي التليفون وبدل النمره، كنمشي للسبيطار في خدام، هو اشنو خدام؟ خدام حارس كورتي ديال واحد السبيطار في مدينه مارسيل. ها كورتي هذا، ها رأساس، وداير هاد الحالة هادي، كيلبس مزيان وكيدور وهادي. كنت مشيت عنده، مشيت عنده، ما كنجبروش، ديت النمرة الأخرى عنده، كل شهر كيبدل النمرة، كيشري هاد الكارطات ديال 10 دراهم وكيبدل النمرة ديالها. صافي لقاني على قد يدو، بقى كيتلاعب بيا، كيتلاعب بيا، كيتلاعب بيا. مشات أنا اللي 600 عندي، درهم أنا اللي عندي ورقة واحدة، أنني صيفطت في البنك 120,000 فرنك، هي اللي عندي حجة. بسميتو نعم، بالاسم بسميتو في ديالك. طالوبة عبر البريد الإلكترونيك. انا دابا حرف ما عرفت شنو نعمل. انا مشيت عند المحامي، قال لي عندك غير هاد الورقه هادي، قال لي هاد السيد راه خدمك، ما عندك ما تعمل. قال لي بغيتي تدفع شكايه للوكيل المالي، تدفعها، ولكن غادي عاد تمشي دي وتجيبه، ولكن الفلوس راه ما غادي يديهاش. انا دابا حرف شنو نعمل معاه؟ تعرفت على شي ناس في المحكمه، قالوا لي دفع 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 بيه شكايه، وحنا نديروا الخدمه ديالنا، حنا نعرفوا الطرق، ربما بزاف الناس كيتشكاو منه، بزاف الناس نصب عليهم، نعم قال لك ربما يجبدوا القديم والجديد. انا دابا ما عرفتش شنو نعمل معاه، سي ما محمد، عندي لا شهود ولا والو. الطريقه اللي دار معايا، الطريقه اللي دار معايا، كان كيتلاقى معايا برا في شي اماكن ما كيعرفنا فيها حتى واحد، ومي كنعطيه الفلوس كيمشي لبلاصه منعزله ما كاين فيها حتى واحد، وكيشبرهم من عندي، يعني ما عندي لا شهود لا يعني والو. السيد عامل الاحتياطات ديالو جيد، اذا عامل جميع الاحتياطات ديالو. واضح. غادي نقول لك السي محمد ان الورقه اللي عندك ما كتسوى والو. علاش ما كتسوى والو؟ واخا صيفطتي له هذيك 120 الف فرنك، يمكن يقول باللي كان كيسالك الفلوس ودار فيك الخير، وانت ما كنتيش قد الخير اللي دار فيك، وصيفطتي له رزقه من بعد ما جرجرتيه شحال، عاد عطيتيه 120 الف فرنك ديالو، ويقدر يقول راه باقي كيسالك واحد 2000 درهم. اذا هذيك الورقه اللي عندك لا تساوي شيء. المساله الثانيه ما عندك حتى شي حجه عليه. المساله الثالثه، الحل الوحيد اللي عندك هو انك تبحث حول المحيط ديالو وتلقى عدد من الناس اللي نصب عليهم. الا كنتو اكثر من 3 4 5 ديال الناس، كيمكن تعملوا شكايه جماعيه، وفي ذاك الوقت يمكن تاخذوا منه شي حاجه. والا عرف ان النصاب اللي ما كيخليش شي الاثار ما عندك ما تدي منه. وبحال كتعرف، وطبعا
الكلام ما موجه شيء ليك، ولكن جملة خصنا نقولوها لكل الناس، القانون لا يحمي المغفلين، القانون كيحمي الناس اللي كتكون عندهم أدلة ديال الشيء اللي كيدفعوا به. ثم عرف أنه ماشي كل عساسة خايبين، ماشي كل كرتية خايبين، كاين الناس اللي مزيانين وكيعملوا هذا العمل النبيل أنهم كيعسوا ولا كيبلغوا الملفات من جهة لجهة، هو عمل رائع، ولكن كاين منهم للأسف بحال في كل القطاعات ناس اللي ما عندهم شيء ضمائر.